فين عمرك خرجتوا شي مواطن او شي ولد الشعب دوش شي مونتروتيان جاب لا تيسير؟ والله ما درتيها لا سمع فيها. ما كاينش مونتروتيان اللهم دورتي لنا والمرض المرض اللهم دورتي لنا داويت. داك النهار داخل السبيطار ندوز العساس ديال السبيطار جبد السناطه حط لي على ودني على جيبي قال لي عندك 400 درهم جبدها دخل واش هذا عساس ولا شواف؟ جبد لي 400 درهم داخل وسط السبيطار هذا اللي هنا عندكم داخل وسط منه قال لك بزاف ديال المرضى ناعسين في الكازون. قلت له فين هما الناس ديال الكراسه؟ قال لي الماجور عنده اسبوع عنده كلشي. مزيان التطويره دخلت عند السيد داخل قلت له دوزني قال لي غندوز لك باخر طريقه ديال الطب وصلنا ليها. قال لي حل فمك حليته قال لي قول مع الطب قلت عطب قال لي وقفني فيك مزيان وقول ادب قلت ادب قال لي زرك يامك بجوج قلت لي تكال امك كامله قلت له اسمع قال لي قول وي قلت وي قال لي وقف شعرك وقول قلتها قال لي اجمعهم قلت له اه تدوي راه قال لي اجمدها جمدها. لو كنت قال عساس ديال السبيطار داك لاجون دو سيكوريتي اللي خدام في السبيطار هو الكلب ديالو كيربحو 1000 درهم في الشهر يوكل هذا الولاد ويوكل هذا الكلب بمن غيوكل ولو كان سيبو الكاميرا باش يقولوا لك لان شفتو هذاك السيد العساس مسكين عنده بيرجيرمون واقف في البلاد كلكم كتشوفوه كياخذ 1000 درهم هو الكلب كي غيدير لها ومني كيقرب عيد الكبير لا جون سيكيورتي ما مخلصش ما خلصهاش الوزاره كيبقى يبكي قدام ولادو ما عندوش تحاولين والكلب بقى فيه مول الدار فاق مع الصباح جبد موس جاي عند مول الدار قال له اكذبح ذبحني ما دوزتش معك ليلي شوف هو شفتك البهنيت الحمد لله اللي باقي ولاد الكلاب في الدنيا درجة نشر حوالي كريدي بغي يذبحوا ونطحوا مازال ما خلص دير لي عليا تصيفطني انتقل حاولي ما باقيش يمشي انتقل كريت وهذا العام احيانا الله بعد ما كنا بكري يا ما تجدودنا كنعيدوا بحولي صمدي هنا بيض حولي واقف كيتخلطني معبى ما كيبقاش تعرف حولي ولا وحولي ذكر ديرها كيدير ريسبيراسيون تلات بينا العام وعيدنا بحولي عدو طاه نقر عيدنا بحولي ماشي رجل حولي رطب مولين رطب 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 مولين كان جيب لي العلف مع عند مولت بندير بغيت نذبحو قفلت باش نذبحو قال لي اه مقفلت قفلت بالجوية عرفني انا شنو معاه حولي رطب ملس قال لك حكا داروا هذيك الطاقة تما باش حنا ما نبقوش نصيدو في الحوالة اللي ما كيكونوش واكلين مزيان مشى الراجل شرى حولي في طانكة ذبحو الكاز راه من الداخل هز حولي في كتفو ندف طانكة مشى عندهم قال له خويا وزار الفلاح عادي قال لي والطانكة نستخدمها فيها نحاول نزرق من الداخل ما عرفتش علاش كل اللي قال لي بلي الطانكة ديالك حولي اسمح لي كيدوي معاه جاي واحد اخر هاش قفة فيها راس واز حولي قال له خويا ها هو تا الوزرق قال له شنو يقول لك الوزارة اللي عندها في الطانكة باش تعرفوا لان الحوالات طريفين واللي ما كاين مزيان فيهم طانكة ولا بقى شي مشكل راه سي با لا فان دي موند العام الجاي ان شاء الله غادي نتبع سيد وزير ديال الفلاحه مع راسو وغادي يشوف يحسب العدد المغاربه وشحال من حوالي غيتبع العام الجاي غنشريو داك عدد الحواله غنعسوهم في كلينيك بريفي نعسو في المواطن عند الناس ما بنت لينا غنعسو الحوالي في كلينيك تحت العنايه المركزه وهذيك الطانكه اللي هنا بحالها غادي يديروها ليه في السنسور ديالو الداخل هاش ديال الطوموبيل اللي مالو تشاسي غدا تعيط في سيرفيس ديالين ولا تروح في لافيزيت تكنيك باش ديك الساعه ملي تجيب لي الحوالي زرك نشوفوا النمره اللي هنا هي اللي تما نعوض خويا قلت له علاش ما درتش قضيه زوينه بيعوا الحوالي مع جوج طانكات وحده الحوالي وحده اللي شاريه قال دير طانكه في ودنك كتبع الحوالي وطانكه في ودنك كتخوي من الداخل طانكه في ودنك وعينك ميزانك كتكرطو طانكه في ودنك الصباح كطيب التقليه والطانكه في ودنيك كتجي عندك موت مرتك توخر الكتف والطانكه في ودنيك كتجي امك كدير المروسيه والطانكه في ودنيك كتكردس وتمجبن وتكدد والطانكه في ودنيك ومني كتاكد منه بلي دوجه ودا عاليه سير عند السي اخي نشوف شي حيدك الطانكه من ودنيك
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.